السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نشوفوا تصريح المدرب باريس سان جيرمان موريسيو بوكيتينو قبل المباراة المهمة ديال السوبر الفرنسي اللي غادي تكون مع فريق ليل. بل أكثر من هذا غادي نشوفوا شنو قال على أشرف حكيمي، واللي بغى يشوف تصريح ديال المدرب بالصوت والصورة راه كاين على الموقع الرسمي لنادي باريس سان جيرمان بتاريخ اليوم 30 يوليو 2021. والمهم دابا ندخلوا في المعقول ونشوفوا شنو قال بالتفصيل ونبداو على بركة الله. نحن سعداء بالذهاب إلى إسرائيل، ستكون هذه هي المرة الأولى بالنسبة لي. أنا سعيد لاكتشاف هذا البلد والمدينة. سنلعب بطاقة كبيرة مثل ما فعلنا خلال فترة الاستعداد. وبين قوسين راه سبقت وقلت لكم أن السوبر غادي يكون في إسرائيل بالضبط في تل أبيب. نكملوا التصريحات ديالو. نحن نعلم أننا لدينا غيابات عن مباراة السوبر، ولكن نحن باريس سان جيرمان لا أعذار نخلقها. وهنا كيهضر على نيمار اللي مازال ما رجعش من العطلة ديالو وغادي يستأنف التدريب في جوج من الشهر القادم، يعني من هنا شي يومين. وايضا راموس اللي باقي مصاب في الركبه وغادي يكون ايضا غائب على السوبر. ودابا سمعوا مزيان شنو قال على اشرف حكيمي. انه لاعب يقدم لنا عده خيارات من الجانب الهجومي، انه لاعب يتمتع بامكانيات بدنيه وتقنيه هائله، انه يتكيف بشكل جيد جدا، كان مصابا بالفيروس ولكنه الان يتناسب جيدا مع المجموعه. صراحة الكلام ديالو اكثر من رائع. وايضا سولوا المدرب موريسيو بوكيتينو بعض الاسئله المهمة اللي منها. هل يمكننا ان نشاهد كليان بابي واللاعبون الذين عادوا مؤخرا في مباراة السوبر؟ الاجابة ديالو كانت كالاتي: نقوم حاليا بتحليل وضع اللاعبين الذين عادوا، وسنرى غدا ما اذا كانوا سيغادرون مع الفريق ام لا. اما السؤال الثاني اللي تطرح عليه، هل مباراة ليل هي مباراة للانتقام؟ وهنا كيقصدوا بهذا السؤال ان فريق ليل هي اللي فازت في الموسم الماضي بالدوري الفرنسي على حساب باريس سان جيرمان. ولكن الاجابة ديال المدرب بوكيتينو كانت كالاتي: لا لا، شعور بالانتقام يضحي، لقد استحقوا الفوز بلقب الدوري الفرنسي، شعرنا بخيبة امل من انفسنا، اذا صح التعبير انه انتقام من انفسنا اولا. اذا كان هذا هو تصريح المدرب موريسيو بوكيتينو قبل مباراة مهمة ديال السوبر مع فريق ليل. وللاشارة فقط، موعد مباراة يوم الاحد القادم يعني 1 غش على الساعة 7 مساء. واللي كنتمناو كمغاربة اكيد هو ان اشرف حكيمي يكون مؤثر في هذه المباراة ديال السوبر، هي من ناحية التسجيل او اسيس ولما لا هما معا، لانه عنده كل المؤهلات والامكانيات لذلك. والسؤال ديال الفيديو، في نظركم شكون مرشح لحسم النهائي؟ واش باريس سان جيرمان او فريق ليل الفرنسي؟ وايضا حكيمي واش غادي يكون مؤثر في المباراه او انكم عندكم وجهه نظر اخرى؟ وختاما كيبقى الراي ديالكم. كان معكم اسلام، في امان الله ومع السلامه.